عندنا موعد الخميس سينمائي بالمركب الثقافي محمد جاموسي، واحنا شركاء في مهرجان السينما المتوسطية في دورته الثانية. احنا نشتغل على نسمى ليدوكاسيون اليماج، تربية على قراءة الصورة، وهذاك علاش قمنا اليوم ببعث بعض النوادي في المدارس الإعدادية والمعاهد. واليوم شرفنا الأستاذ محمد شلوف بحضوره بشريط يحكي على بدايات السينما مع لي فرير لوميير. ونحب نذكر أنه نادي لوي لوميير في صفاقس عنده أكثر، يعني هو لانسيتر نتاع نادي السينما تاع الشريعة، عنده قرابة 70 سنة. واليوم نشوفوا أنه الأفلام هذه اللي وقع ترميمها عندها على الأقل ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو بعد تاريخي لتاريخ السينما والتقنيات واللي من البداية كانت متطورة، إلى جانب أنه الشريط اليوم وثق لتاريخ السينما، يعني السينما رجع بينا البدايات وعنده 120 سنة في ليون في باريس. عنده زادة كيف كيف جانب نجم نقول تاريخي إثنوغرافي، لأنه دار بينا في العالم، يقول دوني أو موند لو موند، يعني شفنا في عديد دول العالم، رغم اللي أشرطة قصيرة ما يتجاوزش طولها 50 ثانية، لكني على غاية كبيرة من الأهمية. وهذاك علاش اليوم يلزمنا خزينة الأفلام اللي تعمل على حفظ الذاكرة بترقيمها بترميمها وأيضا بعرضها خاصة في المؤسسات التربوية، وإن شاء الله ترجع الحياة السينمائية لما كانت عليه من قبل. الجانب الآخر هو الجانب ما يسمى نجم نسميه الشاعري، شاعرية السينما، لأنه لا الشاشة صغيرة لا الحاسوب لا الايباد لا يجمو يعوضوا الشارب يعني السحر الشاشة الكبيرة. فنتصور اليوم احنا في حاجة إلى قاعات سينما مجهزة بتقنيات حديثة، احناش في حاجة لقاعات ب 400 و500 كرسي، نحبوا دي سال دو بوش دي ملتيبلكس افيك اون بروغراماسيون فاريي. هذا حق تصور يكفل الدستور، وحق اللي اليوم الناس كل احنا كمثقفي جهة وكمربين نطالب به، لأنه السينما هو الإسمنت اللي يجمع بين الأشخاص وبين الأجيال ويحفظنا احنا. أنه هنا نحب نذكر أنه الأستاذ طاهر الشريعة وقت العمل الجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة التونسية للسينمائيين الهوات وأسس مهرجان قرطاج للسينما، كان لأنه الهدف نتاعو بالأساس حضاري، حفظ ثقافة الجنوب من هيمنة الأفلام والثقافة اللي واردة علينا من الغرب من أمريكا. وهنا يعني احنا كمغاربة وكمتوسطيين في حاجة أنه السينما نتاعنا تكون حاضرة أكثر في المجال الثقافي.